والآن مشاهدينا إلى شباك هاشتاج، والتي نسلط الضوء فيها على أهم شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. واليوم ينضم إلينا مراسلنا حسام الثكالي. مساء الخير حسام وأهلا بك. إذا ماذا لديك اليوم؟ نعم ديما، مساء الخير لك ولجميع من يشاهد برنامج شبابيك الآن. لدينا وسمين، الوسم الأول يتعلق بحفل السولكينغ، والوسم الثاني يتعلق بالطيب لوح. نبدأ بالوسم الأول، حفل السولكينغ الذي تصدر الترند الجزائري خلال الأسبوع الماضي، نظرا لأنه يتعلق بحادث مأساوي أدى إلى سقوط 5 جزائريين، من بين طبعا الجزائريين الذين قرروا أن يحضروا حفل المغني مغني الراب العالمي رؤوف دراجي. هذا الحفل الذي انتظره الجزائريون كثيرا، وعشاق هذا المغني خاصة، هذا المغني أيضا الذي عرف بأغنية ليبرتي الداعمة للحراك الشعبي في الجزائر. لكن للأسف تحول هذا الحفل إلى مأساة حقيقية بعد أن وقع 7 أو 5 جزائريين قضوا في هذا الحفل نتيجة للتدافع. طبعا جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا الحدث الأليم. الجزائريون طبعا حملوا من نظم هذا الحفل مسؤولية هذه الفاجعة، وترتب طبعا عن هذه الحادثة استقالات أو سلسلة استقالات وإقالات، حيث استقالت وزيرة الثقافة مريم مرداسي من على وزارة الثقافة إثر هذا الحادث، فيما أقال رئيس الحكومة نور الدين بدوي مدير ما يعرف بديوان الحقوق أو حقوق المؤلف. وأيضا أقيل مساء أمس قائد جهاز الشرطة عبد القادر بوهدبة. وبالتالي الحدث لم يتوقف فقط عند مقتل هؤلاء الخمسة، وإنما كانت له ارتدادات حتى على مستوى الإقالات في مختلف المناصب السامية. الجزائريون تناولوا هذا الحدث بكثير من الأسى، بكثير من الغضب، وكتبوا الكثير من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، رصدنا بعضها. يقول علاء الدين في تغريدته التي كتبها على تويتر: تنهض صباحا كلك أمل أن هذا اليوم سيكون أفضل من قبله، تفتح هاتفك فتجد 5 قتلى وعشرة جرحى من أجل حفل ساعتين لمغني لا يفهمون ما يقول، لك الله يا بلدي. أما المغرد الآخر فيكتب قائلا: الله يرحم حال شباب المسلمين، تخلف في التعليم والصناعة والإنتاجية وجميع نواحي الحياة، وتهافت على المهرجانات الغنائية. وكأنه ينتقي المهرجان أو ينتقد الحفل من أساسه. أما مغرد آخر فكتب قائلا: اختيار ملعب 20 أغسطس وتوقيت الحفل وبيع التذاكر وسوء التسيير هو تحضير للمجزرة عن عمد، ولا بد من تحقيق شامل، يدعو هذا المغرد. أما علياء فكتبت قائلة على تويتر: أظن أن حالنا يرثى له، ولن تقوم لنا قائمة ما دمنا بهذا الفكر وهذا السلوك الذي لا ينم على الذي ينم على شيء سوى التخلف والتباهي. وأيضا حتى أهل الجاهلية تفوقنا عليهم، كما تكتب علياء. نعم حسام، إذا ننتقل إلى الهاشتاج الثاني. الهاشتاج الثاني عنونا بالطيب لوح، نسبة لوزير العدل السابق أو وزير عدل بوتفليقة كما بات يعرف. هذا الرجل يتهمه الكثيرون ويتهم في الحراك الشعبي بأنه أحد أكبر المسؤولين الجزائريين فسادا، نظرا لأنه كان يشغل منصبا حساسا يتعلق بوزارة العدل. الطيب لوح طبعا هو ينحدر من ولاية تلمسان غرب الجزائر العاصمة، له تكوين
قضائي، مسيرته قضائية، وأيضا له مسيرة سياسية لأنه ينتمي لما يعرف بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. ربما هذا الرجل من بين الرجال الذين يعني يشتبه كثيرا في فسادهم، تم خلال الأسبوع الماضي من قبل المحكمة العليا، تم طبعا الأمر بحبسه إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الجزائريين، ربما على رأسهم الوزير الأول السابق أحمد ويحيى. لذلك كان من المتوقع طبعا أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي تضج ب يعني التغريدات والمواقف، مواقف المغردين عموما، لا سيما وأن هذا الرجل يتهم بأنه كان يتستر على قضايا الفساد وعلى ملفات فساد مسؤولين جزائريين، وبالتالي الحكم أو إصدار حكم بحبسه احتياطيا في انتظار محاكمته يعتبره كثيرون انتصار للحراك الشعبي، أو على الأقل جزء من الانتصار الذي يؤمل في هذا الحراك. لذلك كتب بعض المغردين كما تكتب هذه المغردة: بعد ويحيى هذا الشخص يستحق المؤبد دون محاكمة، إلى مفرغة الحراش سيد لوح. أما مغرد آخر فكتب يقول: هل نحن ندرك فعلا حجم القذارة التي نعيشها في بلدنا العزيز؟ هل أدركنا اليوم حجم وبشاعة العصابة على حد تعبيره التي عشنا في ظلها لسنين؟ هل تدرك ما معنى أن يكون وزير العدل متهما في قضايا فساد وتزوير وإعاقة لسير العدالة؟ ماذا عسانا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما أمال فكتبت على تويتر: ناقص حقيبتين ويكتمل الطاقم الحكومي في سجن الحراش. أما الإعلامية الجزائرية مريم بالعالية فكتبت قائلة: الطيب لوح وزير العدل السابق إلى سجن الحراش بتهم إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة سير العدالة، التحريض على التحيز والتزوير، تقلد منصب أو مناصب مهمة في الدولة تنقل أو تنقل بين وزارتي العمل والعدل لمدة 17 عاما. إذا كان وزير العدل بهذا المستوى الإجرامي فماذا ترك للآخرين على حد تعبيرها؟ نعم حسام تكالي، شكرا جزيلا لك ونلتقي الأسبوع المقبل.